إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. ابني الباشمهندس علي جاله عقد عمل في شركة كويسة قوي في الخليج، وما شاء الله مرتبها حلو، يعني يكون نفسه في كام سنة كده عشان يعرف يتجوز ويفتح له بيت. بس امبارح لقيته راجع زعلان وحزين. بقول له مالك يا ابني، فيه ايه؟ قال لي يا بابا دول هم بيعملوا لي ورق السفر، قالوا لي انزيمات الكبد عندك عالي. انزيمات يعني ايه؟ قالوا مش هيعرف يسافر الا لما يظبط الانزيمات دي، مع انهم عاملين له تحليل الفيروس وطلع ما عندوش حاجه. انا قلقان على الواد ده قوي، وكمان الواد نفسه الفرصه دي لو راحت منه هيزعل، ده كان نفسه فيها قوي. انزيمات الكبد عندي عاليه، اعمل ايه؟ الحقيقه في اسباب كتير قوي بتعلي انزيمات الكبد، لكن المعلومة اللي لازم نعرفها جيدا إن الإنزيمات مش دلالة على كفاءة الكبد أو قدرته على العمل، ولا حتى مؤشر على قيامه بوظائفه اللي ربنا مكلفه بيها. ارتفاع إنزيمات الكبد ده مؤشر عن وجود مؤثر خارجي أثر على الكبد ورفع عنده الإنزيمات، عمل فيها خلل ظهر بارتفاع في إنزيمات الكبد. أشهر أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد وجود التهاب كبدي سببه الإصابة بفيروس مثلا A أو B أو C، وممكن أدوية زي المسكنات مشهور عنها قوي إنها بتعلي إنزيمات الكبد، وبعض المضادات الحيوية. دهون الكبد المرضية بقت دلوقتي سبب أكثر شيوعاً لارتفاع إنزيمات الكبد، حتى أكثر شيوعاً من الفيروسات، بالذات بعد وجود علاجات فعالة لفيروس C وفيروس B. السمنة ومرض السكر، الإفراط في الأكلات الدهنية، كل ده ممكن يتسبب في ترسب الدهون في الكبد ويرفع الإنزيمات. طب إيه اللي ممكن نعمله علشان نحل مشكلة ارتفاع انزيمات الكبد؟ هنعرف بعد الفاصل. اللي عنده انزيمات الكبد عالية بنعمل له بعض الفحوصات الطبية زي موجات صوتية على الكبد، تحليل سكر، تحليل دهون كاملة، تحليل فيروسات، كلها اختبارات بسيطة جدا بنعملها ونقدر نعرف منها انزيمات الكبد عالية ليه، ونقدر نعالج السبب اللي علاها. لو سبب ارتفاع الانزيمات ده فيروس بنعالج الفيروس، لو سبب ارتفاع انزيمات الكبد ده ادويه مسكنات او مضاد حيوي بنوقف الدواء ده فالانزيمات بتتحسن، لو السبب في ارتفاع انزيمات الكبد دهون الكبد المرضيه الانزيمات ممكن تتظبط بتغيير نمط الحياه، بتعديل نظام الغذاء وزياده النشاط البدني. معظم حالات ارتفاع انزيمات الكبد بتتعالج، وبتتعالج بطريقه فعاله وامنه، وبيرجع التحليل طبيعي تماما خلال فترة صغيرة بدون أي خطورة على الكبد، باستثناء حالات قليلة جدا اللي ممكن فعلا تكون محتاجة علاج ومتابعة لفترات أطول. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.